بارك، بدك ساعدك؟ خوفتك، أنا آسفة. لك لا، شبك خوف شو؟ نقصتيني شوي. طبعاً طبعاً. ايه. أوه، أصحاب البيت مجهزين كل شي والبراد مليان كمان. ايه، لسه في غيرها؟ لا، في وحدة. أنت واقف فورة هون، تعال وأعطيني سكينة من هنيك لو سمحت. يلا. بحبها كتير، بتعرفي؟ معناها أنا محظوظة لأنه في وحدة بتكفيني أنا وبس. ما رح ترضي علي؟ شو هو؟ التفاحة. عمالك عمالك، انتبهي. قطعتها، مشي الحال. تمام، خد. يستوي. ها، هاي حصتك. أصريت كتير. علبي، ليش عم تطلع؟ انت ليش عم تطلعي؟ لحتى اشوف انت ليش عم تطلع. تمام، ما رح اطلع. شبه لساتك عم تطلعي؟ شو السبب؟ ممكن لانك اخذت تفاحتي. بالله. بارك. بارك، تعرفوا وينو بارك؟ بارك؟ وينو بارك؟ أنا ما شفته أبداً. ولا أنا والله ما شفته أبداً، بس خدي هاي التفاحة. كتير طيبة، كتير طيبة هزال. كتير طيبة، تمام مثل ما بدك. أنا ما شفت بارك أبداً. بارك، وين ممكن يكون راح؟ بارك. خلاص تكيه. اشتقتي لي؟ كتير، أكتر من أي وقت مضى. معناها تعالي نقعد نحكي شوي. صرت شارح لي 2000 مرة الخطة يلي بدنا نعملها، حفظت بصم والله، لا حتتعيدها لو سمحت. معلش، خلينا نكون حذرين وواعيين على كل شيء. تمام، هذا الدواء بيعطيك تأثير لمدة 2 ساعة بالكتير بس. وما في كمان. ايه، وما في، لهيك أساسا في حبتين. ومثل ما اتفقنا، ما حدا رح يصير له أي شيء، ما حدا رح ينأذى أبدا. تمام، لكمل لك. لكان انا عم فكر نخلي علي يقتنع تماما ويصدق اللي بده يصير. هو بكفي يصدق انه دفشك لتحت، والوقت كتير مهم. يعني هو عن جد لازم يدفشك لتحت، كتير مهم هالتفصيل، ركزي عليه. لهيك لازم تنتبهي، انتبهي على حالك منيح. اذا متي انت، انا رح اضطر اقتل علي. ما عندي غير هالحل. وبعدها لما تيجي الشرطة، انت بتكوني عم تسبحي، واكيد ما رح يلاقوا جثتك بنوب. فهمت علي؟ المهم هلأ لازم تكوني جاهزة كتير منيح، لحتى بس تيجي الشرطة رح سلمه لعلي وما ارحمه بنوب، وبعدين اجي لعندك ونكمل حياتنا انا وانت مع بعض. بتعرفي شو، انا كتير بحب هذا الجزء من الخطة، انه رح نكمل حياتنا انا وانت مع بعض بس، وما في حدا يزعجنا أبدا، لا علي ولا أي حدا تاني. بدياك تروقي هلا وتجهزي حالك للخطة. اتفقنا حبيبتي؟
أنت ملاحظ أنه هي معجبة فيك؟ إيه ملاحظ. هو نحن كتير متشابهين بالثقة بالنفس، عن جد طلعنا منشبه بعض لهي الدرجة. ولسه كمان بدي أقول لك أنه أمي مرة كتير عندها ثقة بحالها، تمام؟ معناها هي قوية وأنت أخذت هالقوة منها. على راسي. شو عم تستنى؟ يلا روح اقعد معها. يلا. طبعاً وعك تشرب تنتين تسكار. صحيح خدع الشط هون ما رح تاخدوا راحتكم أبداً. تمام أخي. عندي. شو الأخبار؟ منيحة وأنت؟ منيح. أنا رايح على البحر، بتجي معي؟ إيه بيصير بشي؟ إيه خلينا نمشي. إيه يلا. تفضلي. شكرا لك. تكرم عيني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.